متابعين اليوم السابع في كل مكان، اهلا بيكم. الحقيقه النهارده معانا موهبه كبيره، موهبه من اللي بيتقال عليهم ربنا صارف لهم قبول، وده كان واضح جدا من اول ظهور على الشاشه في مسلسل الاختيار واحد لما قدم لنا دور مفتي الجماعه، الدور اللي اشاد بيه كتير قوي من النقاد وكمان رهنوا عليه ورهنوا على موهبته. ولانه رجل مسرح في المقام الاول، هو كسب الرهان وقدر يثبت نفسه خطوه بعد خطوه ويثبت موهبته من خلال ادوار كتير قوي قدمها. والنهارده هو بيقدم لنا شخصيه مختلفه تماما عن كل اللي شفناه قبل كده من خلال فيلم اولاد رزق 3 اللي اتعرض خلال موسم عيد الاضحى المبارك وحقق نجاح كبير جدا. معانا ومعاكم النهارده النجم احمد الرفعي. اهلا بيك يا احمد. اهلا يا شباب، ازيك؟ عامله ايه؟ طبعا دور سليمان الغول اللي انت قدمته خلال فيلم اولاد رزق 3 يعني هو دور مختلف تماما، وانت كنت حابب تروح للسكه دي، يعني كان دايما في تصريحاتك بتقول انا عايزه اروح للسكه دي، محصور في ادوار الشر. فكلمنا بقى عن الدور ده لما جالك واستقبلته ازاي، ومين اصلا اول حد عرضه عليك؟ اذكر اول حد كلمني كان استاذ محمد حلمي المنتج الفني للعمل، وبلغني انه استاذ طارق العريان على رغبه لمقابلتي علشان في دور هام في الفيلم يعني اللي بيصوروه. فرحت والتقيت استاذ طارق، فاول ما حكى لي المساله عامله ازاي قعدت اضحك وقعدت اقول الله حلو قوي ده، حلو قوي ده. ثم اول شيء طبعا جه على ذهني ان انا اعمله ان انا يعني بصيت له كده وقلت له يعني انا متشكر جدا انك شفتني في التركيبه دي، يعني متشكر جدا انه اخيرا قابلت المغامر اللي عنده استعداد ان هو يجرب يشوف، عارف انه في ممثل قادر، مش شرط ان هو يبقى بيشوفه دايما تحت مظلة التنميط اللعينة اللي بتضلل وتخيم على معظم الاجواء يعني في الوسط الفني. فكنت سعيد جدا، وهو الدور يعني زي ما بيقولوا كده بيلت ان فيه تحدي للممثل طبعا. مستفز جدا وفاتح لشهية الممثل، ومن الأدوار اللي هي يعني ايه مش بتيجي للواحد كل فترة قصيرة، يعني لازم تشوفيها على فترات، وعرض لا يمكنك رفضه. أيوه. بس فكنت مش عايز أقولك يعني كنت شايف النتيجة وأنا قاعد بسمع أستاذ طارق وهو بيحكي. ايوه طبعا، يعني انت من الفنانين اللي لازم بيذاكروا الشخصيه كويس قوي ويقروا كتير علشان يوصلوا للشخصيه اللي هيقدمها. كلمنا عن تحضيرك للشخصيه دي، يعني لانه واضح طبعا ان انت بذلت فيها مجهود خرافي، فازاي حضرت لها وازاي ظهرت بالشكل ده؟ لا خليني اقول لك على حاجه، انه بعد الممثل ما بيمر بفتره كبيره من التمرس في مهنته، خاصة بقى لو كانت الفترة دي فترته التأسيسية كانت على خشبة المسرح، ده الأساس يعني. أيوة طبعا. فمع مرور الوقت بتنقلب المسألة دي لأنها بتبقى بالنسبة له ملكة. يعني كنت بستغرب لما أسمع أنتوني هوبكنز بيقول أنا ما أعرفش هم ليه بيقولوا عليا عبقري، أنا بحفظ اللاينز بتاعتي السطور وبدخل أسمعها قدام الكاميرا فيقولوا ده عمل الدور حلو. هي المسألة أنه المسألة تحولت بالنسبة له لملكة بقى يعني بقى عارف هو لما هيدور فين وهيقدر يوصل لافضل نتيجه باقل جهد. ده ده يعني اي حد بيتطور في حرفته مفترض ان هو بيوصل للمساله دي. يمكن الجزئيه اللي كان فيها بنى وحط خيال على خيال وعصف ذهني علشان نوصل من خلالها المساله عامله ازاي، لانه في النهايه السينما لغه صوره، فكان مهم جدا في وسط كل المجموعة والبوكيه اللي احنا شايفينه من أهم نجوم مصر، انه يبقى الراجل ده بقى في وسط المجموعة دي عامل ازاي. احنا عندنا مجموعة أشرار، برتيتة أشرار، كذا شخصية، شخصية بيلعبها أستاذ محمد لطفي، شخصية بيلعبها أستاذ سيد رجب، شخصية بيلعبوها يعني ناس كتير. أيوة. خدت بالك؟ فهيبقى شكله عامل ازاي، بعده الفيزيقي ومواصفاته المسألة دي يمكن خدت ده احنا بنتكلم على البعد الخارجي، ده خد وقت عدد ايام اكتر من الايام اللي صورنا فيها. فتقدري تتخيلي ممكن يبقى الجزء الخاص
طب هو من جوه بقى الشخصيه نفسها عامله ازاي، خدت وقت قد ايه يعني، لكنها كالعاده لله الحمد يعني اتبنت وخرجت من اوسع ابواب التيسير يعني لله الحمد. الحمد لله. يعني هي طبعا بمجرد عرض الفيلم الشخصيه عملت بوم كبيره جدا. انت بتقول كنت شايف المستقبل بتاع الشخصيه، بس هل توقعت يعني كل ردود الافعال دي؟ اه كنت متوقعها. يعني مش بتفصيلها ومش بالصوره، مش بنفس السيناريو اللي حصل. أيوة. بس كنت مدرك انه الشخصيه دي جون حلو قوي. ايوه، يا يجي يا ما يجيش فيبقى ملوش معنى. فلو جه ان شاء الله باذن الله وربنا يكرم ويجي فهيبقى جون حلو يعني. فكنت عارف انه هيبقى رد فعله كويس ان شاء الله باذن الله بعد ما ربنا يعني يوفق انها تخرج بالصوره. أيوة. بالظبط. هي طبعا يعني زي ما قلت ان هي شخصيه صعبه، لان هي طبعا شخصيه مركبه وفيها تحويله ومفاجاه وحاجات كده. يعني الشخصيات المركبه دايما بيبقى فيها تخوف ولو بسيط جدا. جه عليك لحظه خفت من الشخصيه؟ يا عمرها ما حصلت. الحمد لله. الحمد لله. لا الحمد لله. طب طبعا كواليسك معظمها كانت مع النجم احمد عز، كلمنا بقى الكواليس كانت عامله معاه ازاي، والاكشن والضرب والحاجات دي. لا مفيش، انا هم بقى ربنا يوفقهم. أيوة. انا بقى القاعد. ايوه كلمنا يعني عن الكواليس بتاعتك معايا. لا كانت كواليس رائعه جدا، جميله جدا. اول لقاء كان يمكن كنا بنصور جزئيه من الشخصيه، في تصوري كانت هي الجزئيه الاهم، كانت هي الجزئيه التاسيسيه اللي هينبني عليها اللي جاي هيتعمل ازاي وهتخرج في صوره عامله ازاي. بحاول اقول من غير ما اكون بحرق يعني. ف يعني سعاده الزملاء وحاله الاستيعاب والاحتضان والدعم وكل الحاجات دي اللي كان يعني بيعملها الفنان احمد عز كانت بتساعدني جدا ان انا اعرف اعمل يعني اوصل للنتيجه اللي كنت عايز اوصلها من الشخصيه دي. اشاراته الذكيه، المرات اللي ممكن يهمس لي فيها بانه في شيء لطيف جربه او في حاجه فتطلع احلى واحلى. يعني لا يعني كانت تجربه مثمره وجميله جدا وانا كنت سعيد فيها جدا. وهو بطبيعته محبوب، تحب يعني تشتغلي معاه تحبيه. بالاضافه الى اني كان لاول مره اتعامل معاه عن قرب في العمل، فاكتشفت انه فيما يخص الحرفه ويعني تقنيات تعامله مع الحاجات اللي حواليه دي قد ايه هو متقد الذكاء وقد ايه هو مركز جدا وقد ايه هو مش من النجوم اللي ممكن يبقوا يعني مستهلك للوقت او لا. هو يصحى بدري، هو من ابدر الناس اللي تيجي اللوكيشن، منجز جدا. ويعني لا يعني كانت تجربه حلوه جدا يعني. يعني انا ممتن له جدا انه تحملني وانه استوعبني طول الفتره دي وانه يعني ما بخلش بشيء ممكن يقدمه علشان اقدم عملي في صوره جيده. يعني طبعا لازم كلنا نشكره يعني نشكره على الفيلم الممتع طبعاً ده طبعاً. طب خلينا بقى نروح ل يعني احمد رفعي المسرحي المخضرم. كلمنا عن المسرح في حياه احمد رفعي، يعني ازاي قدر المسرح يصقل موهبه احمد رفعي؟ هي طبعا موهبه موجوده، بس ازاي هو اصقلها عشان نشوف احمد رفعي النهارده في الدور ده بالشكل ده؟ صدقيني لو بتصور يعني كان رحمة الله عليه الأستاذ نور الشريف ما كانش يحب أبداً أنه يغيب فترة كبيرة عن المسرح. ويمكن حتى لاحظت ده في سيرة عمل الفنان يحيى الفخراني، أنهم دايماً محتاجين أنهم يرجعوا كل شوية المسرح وكأنها حالة من يعني تجديد النشاط. ويعني يعني
احنا كنا نقول عليه كده يعني ده الجن يعني بتاع الممثل. يعني الفترة اللي الواحد يكون فيها يصادف انه يكون بيعرض مسرح وبيصور بيحس قد ايه لياقته مختلفة. يعني لياقته الابداعية في التعامل مع الوسيط المختلف ده بيكون افضل بكتير في حالة جيدة جدا عن هو في المسرح. اصلا مسألة العرض الحي دي بكل صورها وكل اشكالها مسألة يعني بتصور ان هي يعني هي الاختبار الحقيقي لانه ده عارض وممثل ولا لا. فاذا استطاع انه يتعامل مع مساله العرض الحي دي فقولي له بقى وقف قدام الميكروفون في الاستوديو، وقف قدام الكاميرا، كاميرا التلفزيون، كاميرا السينما. طبعا يعني انت قدمت ادوار كتير جدا على المسرح، يعني يمكن من قبل كمان التحاقك بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، كمان اخرجت اعمال كتير جدا. هل في عمل انت ما زلت نفسك تقدمه على المسرح سواء كإخراج أو تمثيل؟ يمكن من سنة 2005 تقريبا كنت شغال على مشروع من أول ما عينت بالمسرح القومي سنة 2012، وأنا يعني بعرض المشروع ده على كل مدير وكل إدارة جديدة تأتي للمسرح القومي. أنا بتمنى أعمل على المسرح القومي رواية نجيب محفوظ أولاد حارتنا، بتمنى أحولها لخماسية مسرحية تبقى ريبرتوار على المسرح القومي، 5 عروض مسرحية. اشتغلت على الجزء الأول منها أدهم وقدمتها للمسرح كتابة، ويمكن زي ما قلت لك بعرضها من أول ما عينت بالمسرح القومي، لكن يعني بيكون في تخوفات شويه من طب التخوفات دي يعني مثلا ميزانيه محتاجه ميزانيه كبيره، يعني التخوفات بتبقى بسبب ايه؟ اظن لانه قديما يعني او من يمكن 30 سنه اكتر من كده كان يشيع حول الروايه بعض الامور خلتها يعني مثار جدل، فبقى الكل يتخوف ان هو يمد ايده في المنطقه دي، رغم ان يعني الروايه فيها شويه حاجات يعني مثيرة بالنسبة لي كمخرج مسرحي مهتم جدا اني اقدمها، ومهتم اني اقدم نجيب محفوظ المصري العالمي على المسرح القومي، مش راسين ومش شكسبير يعني هو مكانه اظن في المسرح الملكي في لندن، لكن احنا محتاجين يعني العالمي بتاعنا نحطه على الخشبة القومية بتاعنا بالظبط. خاصة انه العالم بتاع الرواية وعالم نجيب محفوظ اظن انه هو عالم يعني يتسق ويتفق مع انه يكون بيقدم على خشبة المسرح القومي. بالظبط. طيب هو احمد رفعي هل ممكن يقبل دور وهو مش مقتنع بيه لمجرد مثلا التواجد لاي اسباب؟ هل ممكن تعمل دور انت مش مقتنع بيه؟ مش مقتنع بيه تماما لا، لكن ممكن اعمل دور مش جاذب، اعمل دور مش يعني ما يعجبنيش قوي، بس يعني اذكر عباره برضو رحمه الله عليه استاذ نور الشريف كان يقول علشان تعمل الورق الحلو اعمل الورق الوحش، لانه هو هيجي لك وانت بتعمل الورق الوحش، خاصه لما يكون يعني في وسط حاله يعني الـ كتير احنا بقى المساله كتير مش زي ما انا يعني بدات اتابع وانا صغير هو تلفزيون الساعه 7 وبعدين يرجع يتعاد على القناه الثانيه الساعه 10، لا يعني بقى في كتير جدا، ففي وسط ده طبيعي ان يكثر الغث يعني. فطيب في وسط الكثره دي هيبقى كله كويس؟ مش شرط. ف يعني اقل الاضرار اللي هو يعني ايه، طيب لو معروض كذا وكذا 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 فيبقى زي ما بيقولوا كده احسن الوحشين. ممكن الواحد يختار اختيار زي ده؟ طبعا ممكن الواحد يختار اختيار زي ده بحساب، يعني بحسبه كده، حسبه يعني موازنه منافع ومضار. اذا غلبت المنافع المضار في التجربه كلها خلاص يبقى يلا ناخد التجربه دي، لو المضار غلبت المنافع لا يبقى بلاش منها. بمناسبه برضو اللغه العربيه والاعمال التاريخيه، في رساله الامام انت كان لك طلب ان انت مش عايز تقدم دور شر في المسلسل ده، ايه السبب؟ لا والله بس يعني الامام الشافعي له مكانه رضي الله عنه، يعني له مكانه في قلوب المصريين كبيره جدا،
وانا بعمل ادوار الشر كتير خلاص. أيوة. بقى فيعني يعني ما اعرفش كنت حابب انه يعني في حدوته هتتحكي عن الامام الشافعي في الفتره دي ويكون لي نصيب اني اكون مشارك فيها. كنت حابب ان اكون في صفه. ايوه يعني انا عارف ان ده ممكن يكون مش احترافي يعني او بعيدا عن يعني كنفسيا ده هيبقى اريح لك. مش قصه اريح لي بس يعني ما اعرفش كنت حابب يعني ان انا في التركيبه دي اكون في صف الامام الشافعي. فلما اتكلم معايا المخرج الجميل اللي كان تجربتي معاه تجربه يعني اتمنى دوما انها تتكرر الله في حقه, فوضح لي هو ليه عايزني في الدور ده تحديدا. ف يعني عن فوري وافقت قلت له يلا بينا. ايوه انت صرحت في مره ان التمثيل ما هو الا خداع, فهل ده انت ضد فكره توحد الفنان مع الشخصيه اللي بيقدمها؟ لا مش ضد ولا خالص, بس هو توحد فني, هو في النهايه مش توحد حقيقي. ما ينفعش يكون توحد حقيقي, احنا مش يعني الاصوات اللي في تاريخ التنظير لعلم الفن ده الاصوات اللي منها مالت ناحيه فكره التقمص الكامل والمعايشه الكامله والمساله دي معظمهم انتهوا نهايات ماساويه, يا انتحروا يا في مستشفى الامراض العقليه يا لا المساله دي مش يعني هي يعني الشغلانه كلها معتمده على لو تذكري حتى الاسم الاول مع تمثيل جاي من التخيل خياله او جاي من التخيل انا اخيل ليكي وكان يخيل ليكي وكان الامر كذا وكاني قتلت الشخصيه دي, ما ينفعش اكون قتلته اطلاقا يعني. وكذلك بيضرب الشخصيه دي ما ينفعش يكون بيضرب. طب يعني يقول لك اصل عايزين نحس, طب هتعيده عشان الزوايا هيبقى وش حضرتك ورم من هنا هيورم من هنا هنعمل ايه طبعا. يعني انما هي الحرفه انه الجمهور يشوفها حقيقيه 100% وهي مش حقيقيه. يعني الحرفه انه ده هي دي الحرفه, مش انه اقول له تعالى بص انا هبحلك نفسي. طب وبعدين يعني ما عشان يبقى حقيقي, طب ما هو دي مش الحرفه. طيب على ذكر بقى يعني الناس اللي بتدخل مستشفى المجانين وبتعاني من امراض نفسيه كتير بسبب التوحد القوي في الشخصيه, هل انت رحت لدكتور نفسي قبل كده بسبب شخصيه او مش من غير شخصيه يعني قررت تروح لدكتور نفسي؟ من اول فتره دراستي في المعهد كنت يعني كان بيبقى من نصيبي اني بلعب شخصيات امتحن بيها, كان بيبقى جزء من مذاكرتها اني لازم ارجع لمتخصص او استشاري نفسي عشان اساله. وده بيحصل في معظم الوقت لانه في كل شخصيه هلعبها هيكون في بعد نفسي لابد اني استشير فيه متخصص, يعني نعمل لبعض عصف ذهني كده ونفكر سوا في المساله يعني. طيب خلينا دلوقتي نروح يعني لفقره اسمها اسئله سريعه. يلا ملهاش علاقه ببعض. يلا بينا. ماشي مش هحاول اكون سريع رغم ان ده شيء مختلف. عن بما اننا لسه خارجين من العيد, في العيد مين اللي بيشيل السجاجيد والستاير, انت ولا المدام؟ لا انا اب الثلاث اطفال لله الحمد والفضل, وبالتالي فيبقى من تقاله الدم وسخافه ان انا اطلب من المدام انها تشيل السجاجيد والستاير في العيد. فانا اشيلهم. هتزعل مني, هي هتزعل مني, هي بتقول لي لا ما تمدش ايدك في حاجه عشان انت بتعك الدنيا, فازعلها ولا تعبها؟ ما بنعملش حاجه, بنسيب السجاجيد والستاير زي ما هي. انا ما حدش. طيب احمد الرافعي من محب الصيف ولا الشتاء وليه؟ الاثنين. الاثنين؟ الاثنين. ليه بقى؟ بحب الصيف عشان بحب فواكه الصيف, وعشان بيبقى فيه انشطه زي ما بنشوف فيها البحر, السباحه, حاجات زي كده, ودي من الانشطه اللي انا تستهويني يعني في فصل الصيف. وبحب الشتاء عشان بيبقى لبسه شيء بصراحه. ايوه. يعني بيبقى فيه شويه كده برضو حاجات خاصه بيه يعني, وبرتقال روايح. أيوة. شويه حاجات كده تبقى مع بعضها. ايوه ده بحب كل فصول السنه, مفيش حاجه ما بحبهاش. كلهم حلوين. بالظبط. بتعرف تطبخ؟ طبعا. ايه اكتر اكله بتعرف تعملها؟ يا ريت تقول لنا طريقتها. كريم كراميل. قول لنا الطريقه ولا صحت. طيب قدام كل بيضتين كوبايه لبن وكيس فانيليا, وبتضربيهم كويس
وفي القالب بتاع الكريم كراميل بتكرملي السكر وبتحطيه في حمام ميه دافيه. بتحطي في حمام الميه الدافيه دي نص ليمونه او كركديه لو الصواني او الحله اللي هتحطي فيها اللي هتعملي فيها حمام الميه ده الامونيوم. ايوه. وهتصبي فيها الكريم كراميل وتدخليه الفرن على نار هاديه، وبعد كده قولي مثلا 15 دقيقه حسب برضو حموان فرنك، هتطلعيها كده وعملي فيها السكينه، لقيتيها أيوة. طالعه من غير اي علامه زي الفل. كل يا ست الكل بالهنا والشفا يا تكات والحر. انا اروح اجربها النهارده. لا ما تلاقيش. طبعا دلوقتي الكل مهتم بروتين البشره وروتين الشعر زي ما كنا بنتكلم في الاول. تحب تكلمنا عن اي روتين فيهم؟ لا ولا اي حاجه كلمتكم ليه يعني؟ لا ليه يا جماعه؟ تقول لنا روتينك طبعا. لا ما فيش اي روتين والله ولا اي حاجه. ما فيش روتينات يعني؟ لا عادي خالص يعني. بس يعني اذا هستخدم على شعري مثلا زيت لازم يكون اكون باكله. بتاكله؟ يعني لازم ينفع ابقى يعني اكله. يعني ما ينفعش اجيب حاجه للشعر محطوط لها اضافات او شيء من هذا القبيل. لازم أيوة. لو زيت الزيتون اللي انا باكل منه يبقى هو ده، لو زيت الجوز الهند اللي بحطه على السلطه يبقى هو ده، وهكذا. بيس يعني ارجان انواع الضمان وهكذا يعني. لا يعني قصدي اقول لك انه ما احبش الحاجات المصنعه في العموم. أيوة. يعني حتى الاولادي ما احبش ان هم ياكلوا الحلويات المصنعه وما شابه. احب أيوة. دايما العصير اللي بيتضرب في الخلاط واحب الفاكهه عن الحلويات حتى. أيوة. يعني احب في الحلو الشيء يعني الطبيعي البكر الصرف. ايوه. لو طالع مصيف تاخد معاك نسرين امين ولا اسماء جلال؟ الاثنين. ليه بتخيريني ليه؟ طب لو رحت تخانق هتاخد احمد عز ولا عمرو يوسف؟ الاثنين برضو. برضو ليه بتخيريني؟ لا لازم تختار واحد. لا لا ما تخيرنيش، لازم رايحين نتخانق عزوة. ايوه. احمد نادي عمرو والنبي. عمرو والنبي كده يعني. طب مين اكتر مغني بتحب تسمعه او اغنية معينة بتحب تسمعها؟ لا كتير كتير. قدام جداد معاصرين. قول اغنية تعرف تغنيها لنا دلوقتي. لا ليه؟ لازم ليه يا ست الكل كده؟ عايزين نسمع صوتك. ليه يا ست الكل كده بس؟ ليه بس؟ لا لا كده؟ اكيد صوتك حلو. لا 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 اكيد. ليه اكيد بس؟ ايه اللي اكده؟ واضح. انا بقى هبقى حلو في الفي او ممكن بس لا يا شيخ. انما اللي بحبهم لو من المعاصرين علي الحجار طبعا. بهاء سلطان طبعا. 60 مليون طبعا يعني. ايوه طبعا. يعني مش عايز برضه انسى حد بس يمكن هم دول اكتر صوتين يعني ومن وجهه نظري هم اهم صوتين موجودين دلوقتي يعني. طبعا. طيب ايه اسوأ نصيحه سمعتها في حياتك؟ لا مش فاكر. طب افضل نصيحه؟ كتير لكن اذكر رحمه الله عليه مخرج المسرحي عاصم رأفت. كنت في مرة بشكيله انه اخدت موقف ما وفي اضرار بتقع عليا نتيجة ان انا اخدت الموقف ده. فقال لي انت بتشتكي ليه؟ انت عايز ايه يعني؟ مش انت اخدت الموقف خدته ليه؟ خدته علشان ايه يعني؟ ايوه. فقلت له خدته عشان المفروض ان انا. قال لي طيب انت عارف الناس تاخدش مواقف ليه؟ عشان بيخافوا يدفعوا ثمنها. فطالما اخدت موقف يا حبيبي ادفع ثمنه وانت ساكت، مش تشتكيش، اعرف وانت بتاخده انك هتدفع ثمنه. فيعني تبقى عارف انه ده. فاذكر ان ده وقتها ريحني كتير بعد كده. أيوة. يعني النصيحه دي ريحتني كتير بعد كده. يعني نصيحه حلوه جدا حقيقي. ايه نقطه ضعف احمد الرافعي؟ لا مفيش. واضح واضح من الصمت الرهيب ده. من انهي حته يعني نقطه ضعفي؟ من انهي حته؟ المحشي مثلا من ضمن نقط ضعفي جدا. خلاص نمشيها المحشي. لكن لو قلت يعني مثلا انت ايه الايد اللي بتوجعك يعني؟ عيالي ولادي طبعا. يعني 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 ممكن ناس كتير ما يعني يبقى عايز مثلا يوصل لشيء فلو قال لحد من الاولاد فيأثر عليا في شيء. ممكن خلاص اتأثر جدا وهو عارف ان انا بتأثر عليا.
طب انا عارف بس انا موافق بس موافق مش فاه يعني ممكن دي كل بس هحاول اتغلب على الموضوع ده من الفتره اللي لازم احنا يعني بجد اتبسطنا جدا بلقائك النهارده يعني بشكرك. وعرفنا جوانب كتير جدا في شخصيتك واكتشفنا الجانب الكوميدي يعني لا لازم تكمل في الكوميديا طب الفيلم بشوفه في الفيلم هتلاقي على فكره حاجات كويسه بس لازم تكمل في الكوميديا ده حقيقي يعني وشكرا ليك واسعدتنا النهارده جدا بجد شكرا ربنا يسعدك مسيبك مشكوركم سعادتي بيك